سقوط شجرة ضخمة على طفل صغير وكسر حنفية حريق أثناء قطعها بطنطا. الخبر بيقول شهدت منطقة الجلاء بمدينة طنطا محافظة الغربية سقوط شجرة ضخمة على طفل وكسر حنفية حريق أثناء قيام مواطن بقطع الشجرة الموجودة أمام بيته، وتم نقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطار بسقوط شجرة ضخمة على طفل وكسر حنفية حريق بمنطقة الجلاء، وبالفحص تبين أثناء قيام مواطن بقطع شجرة ضخمة أمام بيته سقطت على الطفل وتسببت في كسر حنفية الحريق والشارع كله غرق بالمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.